بقى على ذوي الإعاقة. ما بقدرش أعملها بشكل حاسم إلا في المدن الجديدة فقط. في كل الكيانات الجديدة اللي بنعملها إحنا عاملينها طبقا للمعايير اللي هي المدن العالمية، فعاملين حسابنا لهم في هذا الأمر. أما يعني تقدري تعملي الكلام ده في القاهرة إزاي في الرصيف اللي محتل بوسطة يعني الباعة الجايين مثلا؟ مش انت عشان نخلي مطلع الرصيف ده يتعمل بشكل كويس او وسائل المواصلات او كلام هذا، احنا رأينا في المشاريع الجديده كلها حاسمين فيها كل ما كل الضوابط، كل الاشتراطات الخاصه بذوي الاعاقه وحاجات اخرى كثيره جدا بنعملها في كل الكيانات الجديده اللي بنعملها كلها. وطبعا احنا برضه خلي بالكم احنا القينا الضوء يعني بشكل كبير قوي وانتم شايفين ده كويس خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا من اول